تيوب. سلسلة جبال الألب هي عبارة عن جبال ضخمة تكون في مجموعها سلسلة كبيرة من الجبال. جبال الألب تعني الجبال البيضاء في اللغة اللاتينية، ويحيط بها مجموعة من الهضاب، منها هضبة فرنسا الوسطى وهضبة بافاريا التي تقع في ألمانيا، حيث تمتاز هذه الهضاب بأهميتها في مجال الرعي والتعدين، بالإضافة إلى وجود بعض الغابات فيها. تقع جبال الألب في وسط قارة أوروبا، وهي أكبر وأعلى جبال في هذه القارة. تمر سلاسل جبال الألب بسبع دول أساسية، وهي النمسا وسلوفينيا من جهة الشرق، ومن الغرب فهي تمر بسويسرا وألمانيا وليختنشتاين وفرنسا، إلى أن تصل إلى إيطاليا في الجنوب. يبلغ طول هذه السلسلة ما يقارب 12,000 كيلومتر بعرض 260 كيلومتراً، والقمة الأعلى لهذه السلسلة من الجبال هي قمة مونت بلانك، والتي تقع حقيقة على الحدود الفرنسية الإيطالية المشتركة، والتي يبلغ ارتفاعها 4810 أمتار. تقسم سلسلة جبال الألب إلى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي، حيث يقسم هذه السلسلة خط واصل بين بحيرتي كومو وكونستانس، حيث يقع القسم الغربي من السلسلة في دولة فرنسا وإيطاليا وسويسرا أيضاً، وهو القسم الذي توجد فيه أعلى قمم هذه السلسلة، منها قمة مونت بلانك وقمة دي فور سبيتس. أما القسم الشرقي من هذه السلسلة فإنه يقع في النمسا وسويسرا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا وليختنشتاين، وأعلى قمم هذا القسم قمة بيز برنينا وقمة أورتلر. تشكلت جبال الألب منذ أكثر من 30 مليون سنة، وذلك جراء تصادم صفيحتي قارة إفريقيا مع صفيحة أوراسيا في الشمال، حيث ارتفعت كتلا صخرية مثلت هذه الجبال آنذاك، وكونت لنا أفضل ما في الطبيعة من جمال، سواء في القمم الشاهقة العلو البيضاء التي تكسوها الثلوج، أو في مظاهر جبال الأودية السحيقة، إلى غابات خضراء كبيرة وبحيرات عذبة رائعة الجمال والروعة. هنالك أهمية كبيرة لجبال الألب، حيث تستفيد الدول التي تقع فيها هذه الجبال بشكل كبير، فهذه الجبال تعتبر مخزناً كبيراً للمياه العذبة ومياه الري، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية الفائقة. ومن هذه السلسلة هناك الكثير من منابع الأنهار العذبة كنهر الراين ونهر الدانوب ونهر الرون ونهر التيكينو وغيرها من الأنهار التي تمر في سهول أوروبا لتصب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال والمحيط الأطلسي. عاش الناس في جبال الألب منذ العصر الحجري القديم، أي منذ نحو 60,000 إلى 50,000 سنة، وقد تركوا مجموعة من القطع الأثرية المختلفة التي تدل على وجودهم في أماكن مختلفة من فرنسا والنمسا. وبعد تراجع الأنهار الجليدية في جبال الألب قبل نحو 4,000 إلى 3,000 سنة، سكن شعوب العصر الحجري الحديث الوديان، وعاشوا في كهوف ومستوطنات صغيرة خاصة بهم كانوا قد بنوها على ضفاف بحيرات الألب. وقد تم اكتشاف مواقع كانت مأهولة بالسكان بالقرب من بحيرة آنسي على طول شواطئ بحيرة جنيف في النمسا، وفي وادي أوستا ووادي كامونيكا في إيطاليا. وقد وجد في وادي كامونيكا ما يقارب 20,000 نقش صخري تشهد على سكن البشر لتلك المنطقة منذ أكثر من 2000 سنة. ومن عام 800 إلى 600 قبل الميلاد هجم سكان العصر الحجري الحديث من قبل السلتيك أو الكيلت، وأجبروا على المغادرة إلى المناطق النائية من الألب. أما في الغرب فقد احتل الكيلت المنطقة التي تقع بمحاذاة فرنسا وسويسرا وإيطاليا، بما فيها المراكز الحضارية الحديثة مثل أوستا في إيطاليا ومارتيني في سويسرا وغرينبول في فرنسا. كما دلت الاكتشافات الأثرية في النمسا على وجود مركز ثقافي للكيلت، وتعود هذه الآثار من 1000 إلى 500 قبل الميلاد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.